السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامج هنا البحرين من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. وزارة الإسكان تؤكد استقبالها جميع الاستفسارات والرسائل الإنسانية والعاجلة عبر نظام الوطن للمقترحات والشكاوى التواصل. إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم تعلن تمديد تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل. وجمعية الصحفيين البحرينية تختتم الورشة التدريبية الاحترافية إعداد البرامج التلفزيونية الحوارية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت وزارة الإسكان أنها تولي جميع الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تريدها عبر نظام الوطن للمقترحات والشكاوى التواصل أهمية كبيرة، حيث تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أقصى سرعة ممكنة ضمن الفترة الزمنية المحددة والتي تختلف باختلاف طبيعة المشاركة، ومن ثم تزويد المواطن بها، الأمر الذي يسهم في تعزيز تواصل الوزارة مع المواطنين ويبقيها قريبة منهم، وبما يسهم في رفع نسبة رضاهم. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمنتفعين من الخدمات الإسكانية وأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة إلى التواصل معها عبر نظام التواصل والمتوفر على البوابة الوطنية لمملكة البحرين والتطبيق الإلكتروني التواصل، مؤكدة أن هذا النظام هو المنصة التي ستباشر الوزارة من خلالها عملية التواصل مع المواطنين في إطار التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وأسلوب حياة المواطنين والمقيمين في المملكة. أعلنت إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم عن تمديد الفترة المخصصة لتسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 من مواليد سبتمبر 2015 وحتى نهاية في أغسطس 2016، وذلك على مدى 12 يوما موزع على شهر يونيو ويوليو وأغسطس. وأفادت الإدارة أن أيام التسجيل سوف تكون من 13 إلى 16 من شهر يونيو، ومن 4 إلى 7 من يوليو، ومن 1 إلى 4 من أغسطس بمدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين، ومن 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، وذلك لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم والذين يتوجب عليهم الحضور برفقة الأطفال المراد تسجيلهم إلى المقر المذكور في الأيام المحددة. اختتمت جمعية الصحفيين البحرينية أعمال الورشة التدريبية الاحترافية إعداد البرامج التلفزيونية الحوارية، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة البحرين خلال الفترة من 12 وحتى 13 من يونيو الجاري في مركز تسهيلات البحرين للإعلام بالجامعة. التفاصيل مع زميل خالد العون. في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها جمعية الصحفيين البحرينية، نظمت لجنة التدريب المهني ورشة تدريبية حول إعداد البرامج التلفزيونية الحوارية، قدمتها الأستاذ عزة ثاني القائم بأعمال رئيس قسم تحرير وتقديم الأخبار بوزارة الإعلام، وذلك بمشاركة عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ومن الحاصلين على شهادات تخصصية في مجال الإعلام. اليوم الدورة حسيت أن هي كان فيها تفاعل ممتاز، الطلبة اللي كانوا موجودين وحتى المشاركين من الجهات والمؤسسات المختلفة عندهم الشغف لتعلم هذا العمل الإعلامي، وبالتحديد هو الإعداد التلفزيوني للبرامج. اليوم حسيت أنهم يعني كانوا متميزين، طرحوا أفكار مختلفة، اطرحوا حتى سيناريوهات ممكن ان احنا نعمل عليها مستقبلا باذن الله. في البدايه انا اتوجه بجزيل الشكر الى رئيسه جامعه البحرين والى جميع العاملين في اداره جامعه البحرين على هذا التعاون البناء حقيقه مع جمعيه الصحفيين البحرينيه، وخصوصا في مجال التدريب قدمنا العديد من الورش معهم،
ويعني ما قصروا معنا، وفروا لنا القاعات، وفروا لنا التجهيزات الأساسية اللي تسهل علينا عملية تقديم هذه الجانب التدريبي. بالعكس، احنا نكون في جامعة البحرين سعداء ان احنا ندرب الصحفيين سواء كانوا في اشياء جديدة او اشياء يحتاجون الى يعني اشياء يتعلمون اشياء جديدة بالنسبة للصحافة. الان الصحافة تغيرت طبعا من جميع الجهات، فاحنا نكون فخورين بهم وسعيدين بهم ان احنا نشوفهم داخل جامعة البحرين مرة ثانية، ان احنا نعطيهم الاضافات بالنسبة الى الصحافة وبالنسبة إلى الأشياء الجديدة اللي موجودة في الجامعة. تناولت الدورة عدة محاور رئيسية حول كيفية اختيار نوعية البرنامج الذي سيتم إنتاجه، بالإضافة إلى كيفية ترتيب فقرات البرنامج ومهارات إعداد الحلقات واختيار الضيوف، وكيفية التعامل مع التحديات والصعوبات المختلفة في إنتاج البرامج التلفزيونية الحوارية. يعتبر الإعلام عندنا دراسة متجددة ومستمرة، فبخصوص هذه ورشة العمل كانت فرصة جدا متميزة بأن احنا نحصل على معلومات أكثر ونستفيد أكثر بخصوص تخصصنا. ومثل ما ذكرت بأن إعلامنا مستمر ومتجدد، فنشكر صراحة الجمعية لتوفيرها هذه المحاضرات وهذه الورش، ونترقب جميع الأعمال القادمة لهم إن شاء الله. في البداية حاب أشكر جمعية الصحفيين على إقامة مثل هذه الدورات وورش العمل، اللي في الحقيقة استفيد منها حتى العاملين في القطاع الإعلامي مش بس الطلبة. أتوقع أن احنا راح نحقق المزيد من التقدم في القطاع الإعلامي. نشيد الجمعية في تنظيم هذه الورشات والندوات اللي ممكن تعزز مهارة الإعلام في الطلبة وفي الطاقم الإعلامي عامة. وحول ذلك أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأستاذ عيسى الشايجي أن التدريب المهني يعد من أولويات مجلس الإدارة الحالي، منوها بأهمية الورشة التي تتضمن العديد من المحاور وتتيح الاستفادة من الخبرات المحلية ورفع مستوى كفاءة العاملين في المؤسسات الإعلامية من خلال مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الواقع المهني للصحافة والإعلام. تواصل جمعية الصحفيين البحرينية جهودها لإعداد وتدريب الكوادر الإعلامية في المملكة، وذلك من خلال تقديم ورش العمل على يد أمهر المتدربين والمتخصصين في المجال الإعلامي والأكاديمي، مما يساهم في تطوير الكوادر الإعلامية وإثراء معارفهم. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالسفر. نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الشمالية ورشة مكافحة التبغ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت عنوان كوكبنا وبدننا في خطر فلنصنع التغيير، وذلك في جمعية عالي الخيرية بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بمكافحة التدخين. أتت هذه الورشة ضمن برنامج المدن الصحية واعتماد عالي مدينة صحية، وهدفت إلى تعزيز جهود مكافحة التدخين للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة ورفع الوعي بأضرار استخدام التبغ وأنواعه وتعزيز مهارة الإقناع والتأثير على المدخنين من أجل الإقلاع عن التدخين وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمشاركة في التوعية والنصح للإقلاع عن التدخين. تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في 14 من يونيو من كل عام، ويسهم هذا الحدث بزيادة الوعي بالحاجة إلى الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة، وينصب تركيز الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم هذا العام على شعار التبرع بالدم بادرة تضامن شارك في الجهد وانقذ الأرواح، ويهدف إلى شكر المتبرعين بالدم في العالم والعمل
على إذكاء الوعي على نطاق أوسع بشأن الحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام دون مقابل، وإبراز الحاجة إلى التقيد بالتبرع بالدم على مدار سنة للحفاظ على الإمدادات الكافية وتحقيق إتاحة نقد الدم المأمون أمام الجميع في الوقت المناسب، والاعتراف بقيمة التبرع الطوعي بالدم دون مقابل في تعزيز التضامن المجتمعي والتماسك الاجتماعي. عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماع الاعتيادي 20 من دور النقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس برئاسة السيد أحمد الكوهجي وبحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس الأنبياء الفضالة والسادة أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على إضافة صيانة الشقق الإسكانية في حالة الحريق والحالات الحرجة، والموافقة على رفع قرار لإيجاد موقع بديل لعسكر لحل مشكلة سيارات السكراب المهجورة وسط الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية للحصول على مرئيات الثروة الحيوانية لحل مشكلة الكلاب الضالة. كما تمت الموافقة على تصنيف عقارات في بقوة والسهلة الشمالية والقدم والدراز وحلة العبد صالح، والموافقة على الاستعانة بشركات الخاصة في مكافحة الحشرات والقوارض دعما لجهود إدارة الصحة العامة. كما تمت الموافقة على طلب خطة وزارة الصحة لإنشاء المستشفيات في المحافظة الشمالية مع اقتراح إنشاء مستشفى للتصلب اللويحي في مدينة سلمان. دعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المواطنين والمقيمين الذين قرروا السفر في موسم الصيف أو يعتزمون دائما مناسك الحج في هذا العام للاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالسفر والمتاحة لهم عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية ومتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وشجعت هيئة المواطنين والمقيمين الذين يعتزمون أداء مناسك الحج لهذا العام والمسافرين إلى وجهات أخرى على الاستفادة من هذه الحزمة الإلكترونية من الخدمات قبل وأثناء سفرهم، وضرورة التأكد من صلاحية بطاقة الهوية وجواز السفر قبل بدء رحلتهم، معربة عن تمنياتها لهم برحلة موفقة وأمنة وميسرة. وللطقس محافظات مملكة البحرين. نهاية البرنامج مزيد الأخبار يمكنكم متابعة قنوات التفاعل لمركز الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق VHTV أند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.